اقتم. طبعا احنا قلنا انه في الطبقه التي خرجت هذه في القرن الثاني، في بدايه القرن الثاني، كان هناك بقايا الصحابه، وفي عهد التابعين آثروا العبادة والزهد، واعتزلوا التراف والنعيم والانفتاح في الدنيا والغزوات والمعارك حتى لا يصيبهم جزء من هذه الدماء، فاعتزلوا، فخرج ما يسمى بطبقة العباد التي لم تكن معروفة هذه اللفظة. طبعا بدأوا يشددوا على أنفسهم في العبادة، وبدأ تخرج مصطلحات جديدة ما كانت معروفة. يعني كان في القرن الأول كان يعرف صحابي، بدري، ها، مسلم، مؤمن، لكن بدأت تخرج بعض المصطلحات الجديدة مثل طبقة العباد، طبقة الزهاد، ألفاظ معينة، وبدأت تخرج بعض السلوك الذي فيه شيء من الانحراف، الانحراف السلوكي وليس الانحراف العقدي. لأن التصوف طبقتين، طبقة أولى وطبقة ثانية. الطبقة الأولى وقعت في الانحراف التعبدي السلوكي لكن مع صفاء العقيدة. فبدأ يخرج شيء يسمى مثلا الصعق بالقرآن الكريم، الصعق بالقرآن الكريم أو ما يعرف بالإغماء. يعني كان الواحد يسمع القرآن يصعق. فجاء أحد التابعين وذهب إلى أم المؤمنين عائشة، وهذه من حكمتها ومن فقهها رضي الله عنها. جاءها أحد التابعين وقال: يا أمه، هناك من إذا قرئ عليه القرآن صعق. تعجبت، قال: لم يكن هذا في زمن رسول الله، لم يكن هذا في زمن أصحاب رسول الله وهم أكمل الناس خلق. فإيش قالت بعد هذا؟ قالت: كذبوا يا بني، اجعل الواحد منهم على جدار ثم اقرأ عليه القرآن أيصعق أم لا. شوف فقهها، كذابين هذول. طبعا لا يعني أنه لا يوجد، كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم، يقول ابن القيم: قد من الإنسان من يرتعش إذا سمع كلام الله، منهم من يبكي، منهم من يغشي عليه، لكن هذا ليس منتشرا ويترزقون فيه. قد يكون الوارد الداخل كلام الله كما قال ابن القيم قوي على قلبه، والقلب صغير ضعيف يتصدع، لكن الأصل لا يوجد مسألة الصعق بالقرآن.